طلعت معاها يا نذرة؟ ايوه. تعرف اللي انت عملتيه ده جزته ايه؟ انا شفت البحر ورجعت على طول، ما عملناش حاجه، وجينا نروحوا قامت الهوجه وقفلوا الطريق. يا فكراني عشان دلعتك يوم هسيبك كده تمشي على كيفك، ده انا اقتلك واقتلك. زكريا زكريا خلاص يا زكريا، سيب البنت يا زكريا، سيب البنت الله يخليك. مالكيش صالح انت. خلاص يا اخوي، هي غلطت وانت ضربتها، تبقى خلصت خلصت يا زكريا. ما تطلعش من هنا لحد ربنا ما يأذن، ولو طلعت هتبقى انت المسؤولة قدامي، هتشوفي شغلك يا بامبي. ما كنت لو مرة محترمة صح ما كانتش عملت كده، وكنت صنت الأمانة يا بامبي، كنت صنتيه. الله يسامحك يا زكريا. ماشي يا اخوي دلوقتي، ما شاء الله الله يسيئك، ماشي بقى، ماشي ماشي يا اخوي. كنت صنت الأمانة يا بامبي. خلاص يا اخوي، خلاص الله يهديك، ماشي. مساء الفل والجمال يا باشا، ليك وحشة يا راجل يا جميل يا متواضع. ما تكمل يا سعلي. خلص الغنى، خلص. ليه بس؟ ده أنا جاي أسمعك. تسمع أحلى غنى. هو بس علي بحر زي البحر، ساعات موجه يعلى وساعات يقل. هو في أحلى من السمع والغنى؟ ده انت نورتنا. عندكم ضيف جديد؟ ده انديل وقعتين من التعب من ساعة ما رجع من المظاهرات. المظاهرات دي هتغير شكل البلد، هتعمل بلد جديدة. يا عم انت ابن بشوات، مالك انت ومال الناس الغلابة؟ الغلابة؟ مصر بتاعت الكل يا بحر. الغلبان هو اللي ما عندوش عقل، لكن اللي عنده فن أو علم أو حتى كلمة يقدر يقولها للناس ما يبقاش غلبان. عفارم عليك يا طبيب، ليس بعد الجهل فقر. أيوة الجهل هو أكبر فقر، لكن طول ما أنت قادر تقول حاجة تبقى غني، تقول على عودك، تقول كلمة حلوة، تقول حاجة تنفع، تبقى مش غلبان يا بحر. ما هتلعب يا علي الكلام الجديد اللي أنت لحنته، حتى بالمرة ناخد رأي يوسف بيك. ماليش مزاج. ليه مالكش مزاج يا علي؟ غني. ده انا حتى جاي هنا عشان مزاجي يروق. استغفر الله العلي العظيم، مش يصح يبقى مغنى نضيف احسن؟ الحشيش بيخلي الروح ترفرف وتطير يا شيخ زهار. رفرفت روحك بدري يا فويسق. يا اخي اتق الله، غني يا بحر غني، خلي البال يروق. باين عليه موجوع من حاجة، تلاقيه بيميل مع الغنى والمزيكا ولا حاجة.
بيميل ايه؟ ملت عليك حيطة يا بعيد، يا أسقع من الثلج أطفئ السجارة الملعونة، دخانك قاتل الولا. سخن جدا. يا ساتر يا رب، نار موقدة. يسا 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 يسا، روح القصر هات شنطتي وتعالى بسرعة. هدي جزاك الله خيراً يا طبيب. شكراً شيخ زهار. لازم حد يراعيه وياكل أكل خفيف ولحمة مسلوقة وشرب. ده مين هيتجوز له مخصوص عشان نجيب له مرة ترعيه؟ يعني نجيب له أصداف لو فاضية. إحنا متشكرين يا يوسف بيه. شكراً لحسك الحلو علي. يلا يا ياسر. أشكو لمن رفع السماء بلا عمد، إله تعالى محتجب في علاه. على ما جرى لي ويح قلبي، لما جرى صابر على حكم الكريم مولاه. حد يخلى بام اللي ده الشباك والهوا معاكسه. الشباك؟ طيب طيب يا حبيبي. يا زكريا بتحل عندنا بقى. احنا لينا انا وبنتي يا بمبة. طب لينا امال؟ زعلانة؟ سامحة. أكسر راسك كمان؟ برضو مسامحة. تعرف يا نادرة؟ أمك كانت أحلى واحدة في الدنيا كلها. كانت بنت ناس، وأنا كنت على كد حالي، لا عندي لا طيب ولا صنعة، فيش غير الرباب شايلها على كتفي وسارح بيها من بلد لبلد، والدنيا عزومة ومغمى وراكس. كنت كبير عنها، ما كنتش ناوي أتجوز، بس هي عشقتني عشق وأنا قلبي ليها سلم. وابوها وناسها لعنوها وطردوها وقالوا لها يا
يحلب يا ابو ربابة ده بهدلت وجعت معاي وهي مش بتاعت شغل. وهملت الدنيا وانت لسه عيل وشلتك من بلد لبلد لحد ما جينا هنا. ساعتها انا خايف، خايف عليك من الغربة ومن جمالك ومن قلبك. أنا وجعت قلب أمك كتير قوي، أذيتها كان اللي موتها أوي يا نادر. أوي قلبك يضيعك ويضيعني معاه. هم لي يوسف، هم لي لحاله مش بيصر لأمه. خلينا في حالنا يا بنتي. أحب على قلبك يا نادر، أحب على قلبك يا نادر. مرة شغالة في كرخانة تبقى خاطية ولا لا؟ شفتش منها غير كل خير يا ريا. منه ومان اللي شفتيه انتي، كفاية اللي شافوه زباين الكرخانة، يعني موتة ثوابه كبير. قلت لك مرة زينة. عادي الزينة باينة والعفشة باينة، واحنا ربنا خلقنا عشان نفرز الحريم. أصدف صاحبتي. وماله صاحبتك؟ قلناش حاجة، مش انت اختي وحياة بنتي ورحمة اللي ماتوا لو لقيتك في البطال. ما تقعدي فوق التراب يوم واحد وانزلك بيدي. ميتة في البطال صاحبة ولا أختي يا بت المراحيم؟ أنا خليتها تطلع المرة دي بس عشان أوامرك، لكن مفيش طلوع تاني. لحد كده وكفايه يا هانم. انت راجل دمك حامي وخايف على بنتك، حقك. بس كمان ندري انا اللي مربياها، ولما اقول لها تطلع ما تحكمش بعد كلامي يا زكريا. ايوه استهان بس. انا عايز اتكلم مع ندره لوحدنا. أنا بحبك يا نادرة. عارف يوسف طيب، وواضح إن زي ما أنا حبيتك هو كمان حبك. مش عيب، هو قال لأكي في صورة حلوة تلعبي مزيكا وشكلك حلو، قلبه مال عشان طيب. ما كانش يعرف إنك نادرة بنت زكريا، وده لا ذنبه ولا ذنبك. هو ابني وانتي البنت اللي أنا ربيتها، وعارفة إنها هتفهمني عشان عقلها حلو. مش هقدر أقول لابني غير قلبك، بس أقدر أقولك خليكي طول الوقت فاكرة إن ده يوسف ابن خديجة هانم اللي علمتك كل حاجة حلوة، وانتي نادرة بنت زكريا الصعيدي اللي بنته عنده يعني شرفه. كل ما يوسف ينده عليكي أو يحاول يكلمك افتكري كلامي، كلميه وردي عليه بس على الأساس ده، إن هو يوسف ابن خديجة هانم وانتي نادرة بنت زكريا، وأنا مش هخلي زكريا يزعلك تاني. فهمتي؟ فهمت. Thank you.
طب ما تفتح بيتي الاول وبعدين تفتح مبر. يعني اتجوز وانا لسه ما عنديش شغل؟ شغل؟ انت يوسف بيه نوار. امال انا سافرت وتعلمت الطب ليه؟ علشان اتجوز واتستت واقعد في البيت؟ اكيد لا، لكن عشان تبقى اشهر دكتور في مصر كلها. الناس غلابه خديجه هاني، ولسه مش فاهمين مهنه الطبيب قوي، والطبيب بيروح بس للاغنياء، وكان الفقير ده مش من حقه انه يتعالج. لا ازاي؟ اعمل اللي انت عايزه، بس كمان اعملي اللي انا عايزاه. بس يا ولا عيب الولا يشوف. من امتى الخشه يا اصداف؟ داني حبيبك ولا مش قدام الولا؟ ما صحش، داني لو كنت خلفت كنت اجيب عيل قد ولا اكبر منه يرضيك نتغزل قدام ابني؟ اتجننت ولا ايه؟ فيكي حاجات حلوه قوي يا اصداف. حاجات كتيره بس انت اللعنة. لسه زعلانه؟ يا ريتني نقطره يا بحر، ده اللي انا اقوله طوله نقتلوك بايديا، لكن قلبي طلع عيان بيك، لو نتعالجوا منك نموت. حل عني بقى الولا هيصحى. يعني معقول يا باشا مصر وهي دولة أقدم من الدولة اللي محتلاها وفيها علم من قبل ما يبقى في لندن أصلاً، ما يبقاش فيها جامعة وكلية طب ويدوب فيها مدرسة طبية؟ ده إحنا اللي اخترعنا الطب حضرتك. مصر ما ينفعش يطلع منها إخصائيين، إنما ينفع ممارسين بشكل عام. ماشي، البشوات أخدتهم الجلالة ومصر والاحتلال والكلام الكبير. سيبك أنتي، ايه البرش الحلو ده؟ ميرسي خديجة هانم، عيونك الحلوة. اسمح لي يا باشا، ده كلام اللورد كرومر يا باشا مش كلامنا. مصر مين اللي ما ينفعش يبقى فيها جامعات وكليات؟ امال هتبقى فين؟ يعني يا يوسف انت متصور ايه؟ بلاش تاخدك الجلالة كده زي العوام. ومين اللي خلاهم عوام؟ هيبقى فيها دكاترة وكلية طب زي اوروبا واحسن كمان. اسمح لي، انت شخص حالم جدا. طلع للباشا يا باشا الله يرحمه، كان شاعر ورقيق ومرهف، بس احنا ما سمعناش صوت القمر الساكت ده. ميرسي. هي كده بتطلع كلمه بالعافيه. بالعكس يا باشا، انا شخص واقعي وعارف التاريخ كويس قوي، وهيجي يوم البلد ده هتاخد مكانتها اللي كانت عليها. جميل، الحماس في السن ده جميل، الثقافه والسفر خلوك مختلف، بس ناقصك نظره على الواقع، وده هيجي مع الوقت. اهي نادرة دي يا باشا اكبر دليل على ان المصري لو لقى اللي يعلمه يقدر يبقى مدهش. نادرة من فضلك ممكن تعزفي حاجة لموتسارت على البيانو؟ موتسارت؟ بتعزف؟ مش ممكن. مذهلة، حضرتك هتسمع دلوقتي. يلا يا نادرة سمعينا حاجة. ده يبقى شيء جميل. لا ما بعرفش. يوسف بيه بيضحك مع حضراتكم، عن إذنكم. حاولت أعلمها ما فلحتش. ما قلنا ما فيش فايدة يا يوسف بيه، أنا والله صدقت.
الشارع وحشني. تعبتك معايا أصداف. أصداف تعبتك معايا أصداف. لو أمك كانت موجودة ما كنتش عملت أكتر من كده. يا ريت داني لو أمك ما نسيبكش تغيب عن عيني أبدا. ما شفتهاش. لقوني على الشط وسموني عندي الشط. ولا أم ولا أب. بس داني كبرت أهو، ربنا مش بيسيب حد. طب خليك شوية لحد ما الطين. هنروح نقلبه عيشنا يا أصداف. آخر رزقة كانت يسكت الإنجليز ويحيى سعد، وجابت رزقة حلوة. طب ما تخليك شوية ونفطروك. جسمي ما خدش على الراحة. هنبقى نسأله عليك، أنت بيتك فين؟ بحري. أمال إيه اللي جابك هنا؟ أصل عمك علي بحر قريبي. وبتباتي عند قرايبك؟ ساعات الدنيا بتحكم. بتحكم بإيه؟ وبتحكم بكل حاجة، وإحنا نرضى ونقول أمين، مفيش في إيدينا حاجة. طيب أنا كمان هنلحقوا نروحوا شغلي بقى معاك. بتشتغلي؟ أيوه طبعاً بنشتغلوا. أنا كمان ليا رزق زيك، أنت على الشط قنديل وأنا على الشط أصداف، والموج يخبط فينا والرجلين تدوس علينا لغاية ما الدنيا تخلص. مش فاهمك بس ماشي. بس مشكلة، تعالى ناخده مع بعض حنطور، أهو نحس إنه معايا راجل. ماشي بس أنا هنط منك في أي حتة. موافقة. يلا. في واحد هيان ومكسوف يدخل. مفيش في العيا كسوف، لا حياء في العلم. تعالى اقول لك انت وحدك. طيب سيبنا لوحدنا شويه يا عم ياسر. حاضر. ادينا بينا لوحدنا. بتشتكي من ايه؟ انا زي الحصان. زي الحصان؟ امال جاي ليه؟ عشان مش انا. امال مين؟ الجماعه. انهي جماعه؟ جماعة اللي في البيت. طب وليه ما جبتش الجماعة عشان يكشفوا؟ أباي ما تحترم نفسك يا بيه عيب. هو إيه اللي عيب ومين اللي يحترم نفسه؟ حضرتك كيف أجيب المرة هنا تكشف عليها؟ ده كلام. أمال هعرف عندها إيه إزاي؟ أنا هوصف لك. هي دايخة وماسكة راسها طول اليوم وعينيها مش تمام وسخنة زي النار. اسمع ما فيش الكلام ده. اللي أنت بتقوله ده ممكن يبقى عرض لأمراض كتير. لازم صاحب التعب هو اللي يحدد وهو اللي يقول بنفسه. وأنا ما أقدرش أجيب مرة هنا قدامك حتى لو ماتت. خلاص يبقى تمشي. ما أنا قلت هوصف لك. ما توصفليش، امشي اتفضل. أنا محتاج نادرة معايا في المستوصف. عاوزها في إيه يا بيه؟ الرجالة ما بترضاش تجيب ستاتهم المستوصف وبيتكسفوا. فلو عرفوا إن في ست موجودة يعني زيهم ممكن ده يخليهم يجوا. يعني الرجالة مش عاوزة تجيب حريمها تكشف. وأنا بعد بيت عندك كده؟ هتبقى موجودة معايا. وياسة كمان موجود. وفرصة إنها تتعلم التمريض. وأنا أبوها بقول لك لا. اتفضل خد بامبا. بامبا؟ ايه مالها؟ مش مرة؟ وانا لسه
دي عندك في النوتة يا سيجار. بكتب كلام الأغنية اللي كنت بتغنيها. الكوكا والدها كده بلوشي وانا اللي بنقوله عليك منصور. لا مفيش بلوشي. بلوشي دي يعني من غير فلوس صح؟ بلوشي يعني سفلق. لا اكيد مش بلوشي. بقولك أصداف، انا عايز اصحاب مصريين يكونوا بيعرفوا في اللغة علشان يساعدوني في الكتاب بتاعي. سهلة دي، عندك البساطي وعندك الزهار، دول بيفهموا بقى في الشعر والزجل، ممكن يفيدوك. فين دول؟ البساطي بيجي لكن الزهار ما ينفعش. ممكن تروح لهم، بس لو علي بحر شافك حيكله يا جوني منصور. حبيبك قدري، انا بحبك أصداف. وانت بتحبي بحر؟ يابا أول نادرة بتحب حد تاني، وهي دنيا وحياة من جابك من بلدكم لحد أصداف عمرك ما هتفهمها. أفهم مين؟ اشرح لك ازاي دي؟ يعني الدنيا بتخلينا نلف حوالين بعض لحد ما ندوخ ونقع. ندوخ تبقى كخة ودها وندوخ. قال لي عايز اتعرف على حبيبك فعرفته السكة. يلا سلام يا بحر. خد يا تعالي هنا. يلا اهو عندك، اسأله اللي انت عايزه. سلام. اهلا وسهلا. ازيك علي بحر؟ انا حبيتك من كلام اصداف عنك. يا سيدي عشت، كتر خيرك، ده من اصلك الانجليزي. تشرب ايه؟ شاي بالنعناع لو سمحت. كمان بالنعناع؟ حاضر. انما يعني مش فاهمها. مش فاهم ايه؟ الحكايه المايعه اللي حكيتها لي اصداف قبل ما تمشي. جاي لحد هنا تتعرف على حبيبها؟ يعني ايه؟ شوف علي بحر، انت بتحب اصداف وبتغير عليها رغم انك عارف شغل اصداف، كمان مش عايزه تعمل كده مع انجليز عشان بتغير على بلدك. يعني فنان وبتلعب مزيكا وبتغني، حاله انسان حلوه، ابقى مبسوط لو عرفتها اكتر. وماله، مش عيب. تحب نغنولك وانت بتشرب الشاي؟ لا، أحب نتكلم، نبقى صحاب. أنا وحيد علي بحر، مفيش صحاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما ترجع بلدكم؟ أنا بحب الإسكندرية، دي بلدي. البلد مش بتاعت حد علي بحر، بلدك هي اللي تحس إنك عايز تموت فيها. شوف يا خواجة، أنا الصراحة مش بلعك وما بنحكمش، كل واحد بلده أولى بيه. لو جربت إحساس إنك تصحى من النوم في بلدكم تلاقي المصريين كلهم مالين شوارعكم وموجودين في كل حتة محتلينها وبيحكموها، كنت فهمت. أنا فاهم قصدك علي بحر، مش بلومك. المهم فين الشاي؟ ده موضوع البرود ده حقيقي فعلاً. ما تنساش النعناع. لسه فرصك ما خلصتش معايا يا أكرم، ولو عايز فلوس تاني أنا تحت أمرك. كتر خيرك، والله العظيم أنا مكسوف جدا من حضرتك. أيوة أنت سحبت مني فلوس كتير اليومين اللي فاتوا دول، بس عادي يعني، لازم بيتك يفضل مفتوح. الله يخليك يا أخي. مفيش شقة بيجيب فلوس اليومين دول، والسياحة نايمة. قلنا لك هات الورق من عند اخوك يوسف، ولغايه دلوقتي ما قدرتش تجيب حاجه، بس انا هنستنى عليك. عارف ليه؟ لان انا صبور. كتر خيرك بجد. هنروح من بعض فين؟ كل ده عشان انا مصدقك. عارف لو انا عرفت ان انت متفق مع اخوك يوسف عليا انا هعمل فيك ايه؟ هنزعلك. مفيش اي اتفاق بيننا. تمام تمام، فيش حد بيفضل صاحي 24 ساعة ومحدش بيروح ياخد حاجة من التاني وبيلاقيه أقوى منه. انت بتستعبط عليا. قدامك حل من الاتنين، يا تسهيه يا تقدر عليه. انت هتسوق فيها ولا ايه؟ انا ما نقدرش اسيب القصر ولا دقيقة. يعني انا ابويا وامي يجوا لغاية عندك عشان تخطبني؟ انا ما قلتش كده، انا قلت اني ما نقدرش اسيب القصر.
ما تقفل القصر كويس وتيجي. انا مش فاهمه في ايه، هيجرى ايه للقصر؟ ما نقدرش. انا مش فاهماك. انا وديتك المرسل العباس المره اللي فاتت وانا قلقان، وعملت كده عشان خاطر. وانا قلت لك انت مخبي حاجه ليلتها. احنا نبداها من الاول كده يا يوسف؟ انت ما تعرفيش كل حاجه، ومحدش يعمل كده الصراحه. صدق معاك حق. سلام يا يوسف.